موديل جلسة خاصة بمطعم عاصي عاصي الحلالي بعد لبنان. هناك تخطيط لافتتاح سلسلة مطاعم بتحمل اسم عاصي بدول عربية. صابر الرباعي: إلى جانب اهتمامي بالفن سأهتم بالعقارات. شيرين عبد الوهاب: لا حصرية بعد اليوم، وانتظروني بعمل ديو مع تامر حسني. جمعة: طفى شمعة عيد ميلاده بحضور الأصحاب والمقربين. كل هالمواضيع ومواضيع تانية بتتابعوها الليلة بإذن الله.